إذن الزخم مستمر والنقاش حول دستور الأهلي ومشروع لائحة النظام الأساسي المزمع التصويت عليها في 28 سبتمبر مستمر. أعضاء الأهلي يقررون مستقبله. أعضاء الأهلي الحقيقة بيقدموا النموذج والمثل الذي يحتذى في مثل هذه الظروف في النقاش وتقديم المقترحات المختلفة حول مشروع اللائحة التي عدتها لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي وعدد كبير من القامات القانونية، وقدمت لأعضاء النادي الأهلي وجمعيته العمومية لقراءتها والتعليق عليها وتقديم الملاحظات، تقديم المقترحات، التعديلات. الرائع أنه ما زالت اللجنة المركزية لإعداد اللائحة مجتمعة، في اجتماعات مستمرة الآن مجتمعة، مجلس الإدارة أيضا في حد دائم يتابع، يناقش، يحلل، يستجيب للمقترحات متى أو طالما وتوافقت مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة الجديد. طيب، عندنا في النادي الأهلي بيتميز الحقيقة بأنه رموزه وأعضاؤه هم نخبة من نجوم وقادة الفكر والرأي في هذا المجتمع، وكانوا حريصين على قراءة اللائحة وتقديم الرأي والمشورة والمقترحات بشأنها. امبارح كان معنا اثنين أفاضل من لجنة الرواد، النهاردة معنا حق اثنين من السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ثم سيكون هناك لقاء مع الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، نتحدث نناقش عن اللائحة والرؤى حولها. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام، سيد المستشار جمال الحاوي، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك فندم، منور الدنيا. سياده اللواء جمال مرسي، اهلا وسهلا سياده اللواء، برحب بحضرتك وبشكركم على تلبيه الدعوه، جايين لنا الحقيقه من مشوار طويل، لكن هكذا هم ابناء النادي الاهلي. سياده المستشار، لقيت وقت تقرا اللائحه كلها فندم؟ فعلا انا لميت بيها كلها ان شاء الله. عظيم. وطبعا هي مشروع لائحه مش لائحه طبعا، وطبعا النادي الاهلي بيفاجئنا دايما بان هو مثل يحتذى به في جميع الأوساط الرياضية. الطريقة اللي تقدمت بها المشروع والطريقة اللي اطرحت بها اللائحة للجمعية العمومية للنقاش طريقة محترمة جدا جدا جدا، وتدل على حاجة بسيطة جدا، إن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيحترموا الجمعية العمومية وبيحترموا أعضاء الجمعية العمومية، بدليل إن هم عاوزين يسمعوا رأيهم. وبعدين عملوا حاجه جميله قوي، كان ممكن يجمعوا الجمعيه العموميه في صاله مغطاه بميكروفونات، وايه رايكم في الماده دي وفي الماده دي، لا ما عملوش كده، فاجئونا ببارتيشن صغير كده في كل فرع من فروع النادي الاهلي. البارتيشن ده بيديك اللائحه وبيستقبل منك اي اقتراحات على مواد اللائحه، وده شيء جميل جدا. معنى كده ان انا بسمع وبقرا وبشارك الجمعيه العموميه في وضع لائحه تمثل النظام الاساسي للنادي الاهلي، وده شيء محترم جدا، واكيد كل الاوساط الرياضيه وكل الانديه هتعمل نفس اللي عمله اعضاء مجلس النادي الاهلي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وده شيء جميل جدا. كمان سياده المستشار، انه الموجودين في هذه المقرات او البارتيشن اللي حضرتك اتكلمت عنها شباب من ابناء النادي الاهلي، ايوه طبعا، اعضاء رياضيين واعضاء، حاجه كده تفرح الولاد الحقيقه، بينزلوا من الساعه 9 الصبح حتى الواحده صباحا موجودين، تمام، يساعدوا الاعضاء، تمام. شوف الروح كمان الموجوده بين ابناء النادي الاهلي، ويعني المجلس الاداري بيبعت رساله بيقول يلا يا جمعيه عموميه واحنا ندير النادي الاهلي. صحيح، يعني دي رساله وصلت لنا كلنا، نديرها بطريقه محترمه بان احنا الراي والراي الاخر، لغايه ما نوصل لصيغه جميله جدا، صيغه تتوافق عليها كل الاطراف، وساعتها ده نشيب بيه النادي الاهلي هيكون وهيفضل وهيظل اعظم نادي في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا. هنتكلم عن بعض تفاصيل المواد اللي توقفناها سياده المستشار، لكن لما سياده اللواء جمال مرسي ايضا يقول لنا رايه في هذا المشروع اجمالا، مشروع اللائحه اجمالا. بصراحه طبعا زي ما قال المستشار جمال، بالنسبه لمشروع اللائحه، احنا قبل ما نتكلم عن مشروع اللائحه وقبل ما نتطرق لبعض الاشكاليات اللي في بنود اللائحه، انا مع المستشار جمال في اللي قاله، فعلا النادي الاهلي اثبت ان هو نادي الكون، فعلا اثبت ان هو النادي العريق، فعلا اثبت ان هو النادي اللي بيحترم ابنائه، بيحترم ابناء الجمعيه العموميه، بيشركهم، عامل حاله من الحراك المجتمعي داخل جانبات النادي كله، فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد، فرع الرئيسي بتاع الجزيرة. بصراحة يعني الواحد ما شافش الكلام ده قبل كده، حاجة جميلة جدا فعلا اللي اتعملت ديت، إبداء الرأي بسهولة جامدة جدا، الأمور ميسرة جدا لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية إن ياخد نسخة من
اللائحه ابدي ما انت عايز تبديه من ملاحظات او من اشكاليات في البتاع بتقبل. عاملين كذا موقع لاستقبال هذه الاشكاليات والمقترحات اذا كان بالايميلات او اذا كان في صندوق الاقتراحات او باي وسائل من الوسائل القراءه والمسموعه يعني كل بصراحه حاجه اتاحه ادتنا احنا نوع من انواع الفخر. الناس كلها بتتفرج على نموذج مشرف في ازاي نادي بيحترم جامعات العمية الى جانب بيحترم مشجعيه وبيحترم اول نادي الاهلي مش نادي صغير، نادي الاهلي ده اكبر نادي في الكون، احنا بنقول كده ودي حقيقه، اكبر نادي في الشرق الاوسط، اكبر نادي حصل على بطولات في افريقيا، اكبر نادي عربي، فلازم يكون ليه لائحه تليق بكيان هذا النادي العريق، لازم يكون ليه لائحه تليق بابنائه. معظم رموز النادي الاهلي شاركوا في هذه اللائحه، شاركوا فيها مشاركه فعاله من فنانين ومن صحفيين ومن رجال اعلام ومن ابناء الجمعيه العموميه وعلى كافه مستويات شباب رجال نساء كبار في السن صغار في السن. بصراحه حاجه فوق الوصف. يسعدك الحقيقه لما تشوف يعني احنا سعداء بهذا اللقاء جدا يعني ربنا يخليك ست لو جمال. النهارده زي ما حضرتك قلت انه كان في ورشه عمل لمجموعه من اعضاء النادي الاهلي من كبار الكتاب والفنانين ادارها الكبير الاستاذ نبيل حلفاوي والدكتور محمد العدل والاستاذ فاروق الفيشاوي والاستاذ جمال بخيت والنجم كريم فهمي والاستاذ صديق حاجه جميله صراحه يعني. حاجه الحقيقه مجموعه محترمه جدا مع مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره وقدموا مقترحاتهم والمقترحات كلها مقترحات قيمه رفعت للجنه لدراستها لجنه الرواد مجتمعه. من يومين اللجنه الاقتصاديه العظيمه برئاسه الدكتور فاروق العقده وايضا اللجنه القانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي كل حريص على المناقشه وعلى التعديل. الكره الان في ملعب اعضاء الجمعيه العموميه ان صح التعبير. سيادتك كنا بنتكلم في حاجه مهمه قبل لو تاذن لي سياده المستشار. كان يعني النادي الاهلي الحقيقه الكابتن محمود خطيب بعد زي ما قلنا امبارح هنا لكل الساده اعضاء مجلس الاداره السابقين والساده رؤساء النادي السابقين زي المهندس محمود طاهر والكابتن حسن حمدي طبعا خطاب بمشروع اللائحه وبيطلب ان هو يدلي بداله في هذا الامر والعدد كبير من الرموز. فجينا الحارس محمد سيف الناقد رد كبير اللي كلنا الحقيقه بنحبه وبنقدره وبنحترمه اكيد طبعا وميول حتى الاستاذ محمد يعني معروف لا ميوله قد لا تكون للنادي الاهلي او أيوه يعني هو ربما يكون فبيقول تحت عنوان المقال الشهير دايما العنوان اللي هو لحظه من فضلك هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ بيتساءل استاذ محمد سيف بيقول على مكتبي وجدت ظرفا يحمل اسمي فتحته وجدت به كتيبا انيقا عنوانه مشروع لائحه النظام الاساسي النادي الاهلي نسخه للمناقشه تمام. بيقول ومع هذا الكتيب خطابا موقعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وبين سطوره يسعى مجلس الاداره جاهدا لمشاركه كل اطياف المجتمع ورموز النادي في صنع لائحه مميزه تليق باسم النادي الاهلي أتطلع لمشاركتكم البناءة من خلال الأفكار والمقترحات التي ترونها. تمام. بيقول إن مثل هذا الظرف بالتأكيد وصل إلى كبار الصحفيين والإعلاميين حتى من هم ليسوا أعضاء عاملين بالنادي الأهلي مثل حالاتي والراجل مش عضو. تمام ماشي. لكن بيقول إيه؟ لا دهشة ولا عجب ولا غرابة لأنه شئنا أم أبينا اختلف هوانا وانتماءنا فهو النادي الاهلي. انا بجد مقال يعني لا ده عامله بوست على صفحته على الفيسبوك الحقيقه الاستاذ محمد سيف يعني المحترم اللي بنشكره على ان هو يعني بيقول الحقيقه يعني فهو راجل موضوعي. ايه من المواد او بعض بنود المواد اللي حضرتك توقفت امامها او اقترحت اي امور شانها في الحقيقه شبي ان 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 في بعض المواد اللي تشملها المشروع اللائحه دي عاوزه ضبط ودقه يعني مثلا في بند بيتكلم عن مكان الجمعيه العموميه بيقول يا اما في المركز الرئيسي او في مكان اخر داخل جمهوريه داخل المحافظه. يعني ايه مكان اخر؟ معلش يعني انا يعني حدد لي النادي الاهلي. هذه نقطه مهمه. النادي الاهلي عنده ثلاث فروع بسم الله ما شاء الله وشغالين وفي فرع هيفتتح قريب. يعني احنا مستنيين نعمل الجمعيه العموميه في كافيه او في ارض فاضيه مثلا او ما هو معنى مكان اخر ممكن معلش انا ببص لقدام ممكن يترشح رئيس مجلس اداره عنده مصنع عنده ارض يقول لك انا هعمل جمعيه. ايوه ما هو انت ماشي تبع اللائحه. لا يعني حضرتك شايف انه يكون في احد مقر النادي الاهلي بالظبط كده
في مقر الرئيس او احد الافروع او احد فروع يعني واظن احنا عندنا الفروع احنا بنتعامل عموما مع الفروع كانها مقر يعني بالضبط بالضبط. هو بالنسبه للبند ده بالذات يعني هو فعلا حته ان يتعمل في مكان بعت بيه مقترح بعت بيه هايل. ايه تاني ساعه المستشار اقول لساعتك وهو الحقيقه ملاحظه جديره بالتوقف امامها يعني. اصل الالفاظ يا هو ربما واضع الساده الـ يعني القامات الكبيره اللي وضعت اللائحه مستقبلا بينظروا الى فكره الزحام. حضرتك عارف انه حضر الجمعيه العموميه الاخيره حوالي ما يقرب من 40,000 عضو من اعضاء النادي الاهلي. فبعد 10 سنين ربما ال 40 دول يبقوا 80,000 من الصعوبه بمكان انه تستقبلهم في النادي الاهلي في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. ربما دي وجهه النظر اكيد هي وجهه بس نظر بس حسنه بس انا ببص ليه وجهه نظر الشيخ زايد حسنه يعني. ان انا احب التحديد يعني انا ك ك ك كنادي اهلي عريق مؤسسه رياضيه عريقه حدد لي المكان بس ما تقوليش في اي مكان ما ينفعش مع النادي الاهلي. هو بالنسبه ممكن بالنسبه للجزئيه دي يعني اتفضل يا سيادتك. هو كان في الاصل ان الجمعيه العموميه بتجتمع في مكان مقر اللي هو المؤسس فيه النادي الاصلي اللي هو الجزيره. دلوقتي زي ما قلت حضرتك انت بالنسبه لاتساع عدد الاعضاء النادي الاهلي وان انا عشان اعمل جمعيه عموميه ممكن عايزين يحضروا زي ما قلت 40,000 30,000 طبعا هناك المكان استحاله. فكان بالنسبه للوضع القائم ان ما بيقدرش يعمل يعقد جمعيه عموميه خارج بس مدينه نصر تقدر تشيل اي عدد. انا بتكلم على كده يعني ثلاث ملاعب قطاع الناشئين جنب بعض ومتصلين وداخل داخل سور بالظبط يعني المقترح ان احنا بنقول ان الجمعيه ترى اي مكان تعمل فيه الاجتماع. طب ما كان بالاولى او بالاحرى في بدايه الامر تقول تخش الاول على فرع مدينه نصر لان فرع مدينه نصر يعتبر فرع اصيل دلوقتي يعني احنا عايزين وكلمه الفرع دي فيها تحتها كذا خط يعني هو المقصود بنقول الاهلي في مدينه نصر او الاهلي في الشيخ زايد يعني يعني مقر مدينه نصر صحيح. ده المفروض يعني المسمى اللي هو يعني ينتقى بالنسبه لاعضاء مدينه نصر لان اكبر عدد بالنسبه لاعضاء مجلس الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي هم اعضاء مدينه نصر دي حقيقه اللي بيرتادوا مدينه نصر اللي بيرتادوا العدد ده ممكن يخف شويه على فكره سياده اللواء مع ارتفاع التجمع لانه كتير من سكان التجمع وحتى من سكان مدينه نصر في الاطراف هيكون لهم اقرب فرع للتجمع بس هو نظرا للكثافه السكانيه فهي دي ملحوظه يعني الى حد ما جديره بانها يعني في ماده 126 مثلا تقول لك تحدد حقوق وواجبات الاعضاء وفق ما يقرره مجلس الاداره. معلش يعني يعني ازاي مجلس الاداره المتعاقبه مجالس اداره بتيجي متعاقبه ازاي هي اللي بتحدد لي واجباتي وحقوقي؟ اكيد الواجبات والحقوق بتضمها اللائحه مش مجلس الاداره يعني دي في اللفظ مش مستساغه. خلي بال حضرتك انت عارف انه هذا المشروع سياده المستشار قدم للاعضاء او طرح دون تصحيح لغوي ودون اعاده صياغه ودون ضبط وتدقيق بحيث ماشي. وكانت وجهه نظر المجلس انه نعطي فرصه للناس هذه المسوده في شكلها الاولي نعدل وبعدين تمام. يكون بقى ايه لجنه الصياغه تشتغل وتضبط الامور فايضا هذه من النقاط المهمه بالتاكيد. يا اول نقطه ثانيه مهمه مزيد. اخرى بيقول لك يعني الماده 110 يعني مش عارف بيقول يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها فإذا خالف عضو أحكام هذا النظام الأساسي أو التعليمات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه. غير تم تعديل هذه من الست مواد اللي تم إقرارهم في جلسة مجلس الإدارة اللي كانت الأسبوع الماضي في نقطة. وبالأمس تم إقرار عدد آخر من المواد مجلس الإدارة وأزعناها وحطيناها على المقر منهم إلغاء المجلس الانتخابي وكل ما يتعلق به لأن الناس اعترضت على هذا الكلام وموضوع التعيين تعيين اثنين من أعضاء في مادة 33 بقى يعني هي بتتكلم عن المجلس الانتخابي وطريقة التصويت. أنا بس طريقة التصويت بقى كل المواد المتعلقة بمادة المجلس الانتخابي اتلغت امبارح وده نزولا على رغبه الساده اعضاء الجمعيه العموميه. انا ما عنديش فكره ما هو مش حضرتك بعت المقترح ما هو عشان كده شالوه برضه في مش حضرتك بس اللي قدمت هذا المقترح برضه بعت نفر دورس ولما في اجماع وتم اخذ الراي القانوني وحضرتك طبعا قاعده قانونيه كبيره هو ده النادي الاهلي هي بس الماده 12 يا شريف بيه بس هو كان المفروض نبلغ حضرتك بجواب بقى انه تم الاخذ بالمقترح ده بتعديل بس ما عندهمش وقت الحقيقه يعني الماده 12 بس عاوزه تترتب شويه الماده 12 بخصوص الماده 12
اللي هي بخصوص شروط العضويه. لا ده انا عايز اقول لحضرتك بقى شؤون العضويه دي فيها كلام كتير قوي. شروط العضويه اتغيرت تماما الزياده. ده بقى اللي كان نفسي فيه. ليه؟ الاستاذ ابراهيم الكفراوي أيوة. هو رئيس لجنه شؤون العضويه ومعاه الاستاذ طارق قنديل والاثنين عضوي مجلس اداره. تمام. التقوا اكتر من مره اداره الاشتراكات. تمام. زملاء الموظفين في اداره. تمام. وقال لهم قولوا لنا ايه كل المشكلات اللي بتجي لكم العمليه علشان يجدوا لها حلول ناجعه وناجحه. تمام. تريح عضو النادي الاهلي وتحافظ على الاسره والكلام اللي كان اثير عن المطلقه والارمله والشواذ والعضو التابع. وبالتالي الحقيقه اعادوا صياغه هذه المواد بشكل اكثر من رائع. انا تمام. في اعتقادي ليس له مثيل في اي لائحه لاي نادي او في اي مشروع لائحه. وان شاء الله الاستاذ ابراهيم الكفراوي يكون معنا بكره الساعه 9 ونص. احنا بكره هنطلع متاخر شويه ان شاء الله. هيقول لنا بالتفصيل الصياغات الجديده لهذه تمام. المواد تمام. فعشان الناس كلها تكون وايضا هذا نزولا على رغبه الساده الاعضاء والمقترحات الوسط. عارف حضرتك وصل كم مقترح سكرتير المستشار؟ كام؟ ما يزيد عن 1000 مشاركه من اعضاء النادي. ايوه يعني حاجه الحقيقه رائعه. نشكر مجلس الاداره بصراحه. احنا عاوزين نشكره والله العظيم كابتن محمود خطيب. ده حقكم ده حقكم. ومجلس الاداره سعيد الحقيقه بحاله التفاعل طبعًا. وبحاله المشاركه وبحاله طبعًا. الحوار والحراك اللي دايره في النادي يعني. طبعًا. اتفضل سياده اللواء جمال. هنستقرا كده من اول المواد. هنخش في الماده 9 وانا اعتقد ان حصل فيها تعديل تقريبا اللي هي خاصه بتفسير احكام النظام الاساسي واجراءات تعديله. عظيم. حصل تعديل امبارح. انا ده اللي انا سمعته. انا ما قريتش بصراحه لان انا واخد الموضوع امبارح بس. هو طبعا كلمه لمجلس اداره النادي حق تفسير اي ماده ده هيبقى تفسير واسع. نعم. هيبقى تفسير واسع. صحيح. لو حصل ان هذا التفسير ده اذا ممكن لما انا اجي مثلا اقول عضو الفرع بعد 5 سنين يجي مجلس ثاني او 10 سنين يجي مجلس ثاني يخلي عضو الفرع ده يفسره بطريقته. يبقى ملوش حق في حاجات معينه طالما هو حق لا. مجلس الاداره يعني بالزبط. دي من ضمن الحاجات. فاذا حته تفسير اي ماده انا اعتقد ان لازم تشال. يعني حصل تعديل والتعديل الحقيقه كان معايا لان انا قريته امبارح في قناه الحاجه الثانيه حضرتك برضو الفقره الثانيه من الماده ديت اللي هي بتقول التعديل. برضو بيقول بيجوز تعديل ماده او اكثر من مواد هذا النظام. طب ما انا لو اعد ماده وكلمه اكثر بالمفهوم الواسع ممكن اغير ثلاث ارباع اللائحه. فبرضه دي يعني كانت في الصياغه. هذه الماده تم تعديلها بالفعل عشان تكون مطابقه للقانون. ايوه. وقلصوا الحقيقه فكره ان التعديل يبقى سهل يعني 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 ادوا الحق لثلثي اعضاء مجلس الاداره انهم يقدموا مقترح او 5000 عضو على الاقل يتقدموا بمقترحات. تمام. والحقيقه انه التعديل وارد في اي وقت ساعه المستشار لان سنه الحياه طبعًا. خصوصا اذا تم تغيير او تعديل في قانون الرياضه هو اللي على اساسه اتعملت هذه اللائحه. هو في اخرها بقى بيقول فاذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني طبعا لو مشينا بالاجراءات بتاعتنا في التعديل يرفض التعديل على فكره. في التعديل اللي اتعمل قال لك خلاص لو ما اكتملش النصاب يرفض. سواء مجلس الاداره او جمعيه مجلس الاداره هو اللي عمل. فاذا هتبقى الحق رصيد لمين؟ لجمعيه عموميه فقط. الحق رصيد لجمعيه عموميه. وده شيء الحقيقه خلينا نخلع القبعه زي ما بنقول احتراما للمجلس لانه صحيح. كل نقطه خلافيه بيقيد فيها ايده بيغل ايده كمجلس اداره وبيعطي الحق لجمعيه عموميه لان هي السلطه المؤسسه فيها. تمام تمام. ما فيش مصلحه سات مستشار الحقيقه المجلس الاداره ورا حد في النادي لتمرير اللائحه بشكل يعني يكون مختلف شفافيه بقول لك المصلحه العامه فقط هي التي تحكم. انا بقول لك محمود خالد الحراك اللي اتعمل المجتمعي داخل النادي هي اللي طلعت هذه الافرازات الجميله. صحيح. يعني في ناس كتير في النادي بتاعنا كله رموز وكل ناس يعني وحصل تعديل عظيم قامات. نتيجه هذا الحراك ونتيجه هذه المقترحات يا فندم لانه الخبرات دي افادت جدا اللجنه بهذه المقترحات اللي سيادتك تفضلت طبعًا بيها طبعًا يعني طبعًا. انا قلت مقترحين تم الاخذ بيهم طبعا ليا بقى حضرتك وسياده اللواء جمال اتكلم في مقترحين تم الاخذ بيهم بالفعل. ليا برضو حاجه بالنسبه لموضوع انواع العضويه يعني هي حاجه كده سريعا. احنا مقسمين العضويه هنا تابع وموسمي ورياضي وفرع وهكذا. باجي عند العضو الموسمي عايز انا افهمه كعضو جماعه عموميه ايه هو العضو الموسمي؟ ايه شروطه عشان اخليه عضو موسمي؟ في ناس يعني انا واحد من الناس ناس سالتني واحد مثلا متزوج وعند يعني دخلنا في حته ثانيه بس برضو عشان اشرح لك عضو موسمي. واحد متزوج وعنده ابناء من زوجه اخرى. الزوجه الاخرى مش على ذمته سواء مطلقه او يعني سايب او في بلد تانية عنده ابناء. الست دي جت الابناء دول لهم شهادات ميلاد. الست دي ما معاش ما يثبت ان هو مطلقه عايزه تخش مع اولادها هنعمل لها عضويه موسميه؟ طب لو عملنا عضويه موسميه مشكلتها ايه؟ عضويه موسميه مشكلتها
ان انا بديله ثلاث مرات في خلال فتره العمر بتاعته كله. فما ينفعش ما اديلوش ثلاث مرات، يعني كل مره ست شهور لثلاث مرات من ثلاثه. طب هم لو ابنها قصر، ولد طفل عنده بنت عندها 10 سنين وبنت ثانيه عندها 9 سنين، اشترك له. معلش ما انا بس بتكلم على يعني عندها 10 سنين و9 سنين، اشترك لها زي اشترك لها ازاي؟ هو هي مش موجوده، مش هيقدر يضمها مثلا، مش هيقدر هو ما كانش عاوز يضمها الاب. فهي الست عايزه تخش مع ابنائها لانها هما في حضانتها، فلازم نوجد لهذه الجزئيه. هي نعم ممكن تكون جزئيه واحده ولا اثنين ولا 10، لكن احنا حريصين على كل 15 سنه مع الام. حريصين على ان حتى يصل اصغر الابناء الى سن. ده من ضمن الحرص اللي هو بتاع الجمعيه العموميه. طب حضرتك كتبت المقترح ده يا سياده الجمعيه؟ انا بصراحه بقول لحضرتك كان لسه امبارح بالليل بس. طب عظيم، هستاذن حضرتك اذا ما بعتش هذه المقترحات فان شاء الله يوم الجمعه الساعه 7 في لقاء لعيله الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب واللجنه المركزيه والقانونيين مع كل الاعضاء في الجزيره يوم الخميس. يوم الجمعه في مدينه نصر، ايهما اقرب لحضرتك بقى؟ الخميس في نفس التوقيت في مدينه نصر، يعني ثم الخميس في الجزيره، الجمعه في مدينه نصر، السبت في الشيخ زايد. علشان كمان اللي ما كانش عنده فرصه يبعت مقترح او يضعه في صندوق او يبعته بالايميل يكون عنده فرصه للمناقشه واجراء حوار ثري مع باقي الماده 11 حضرتك اللي هي برضه خاصه بالنوع العضويه. بنقول انا في البند 5 عضو الفرع تمام، قال هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معامله العضو العامل في حدود نطاق الفرع المشترك فيه. مفهوم واسع. انا عارف ان انا عضو مدينه نصر، انا عضو عامل تمام. مدينه نصر ما بيسريش عليه مفهوم الفرع، ما انا بتكلم هو جزيره واحد. ما انا بتكلم حضرتك ليه انا كل اعضاء اللي بيرتادوا مدينه نصر اعضاء جمعيه عموميه تمام. انا عشان كده هو الحديث هنا عن بعض اعضاء الشيخ زايد اللي ما رفعوش للعضويه الكامله، وقال لك انا عايز بس الشيخ زايد. انا بس حضرتك انا بقول بمبلغ اقل. انا ليه بقول هو في التجمع الخامس اللي هيفتح انا بقول البند دوت عشان البند دوت هو اللي انا كنت بتكلم فيه في حته التفسير معايا، لان التفسير لما اجي انا افسر الماده 9 ان ايه المجلس الاداره حق تفسير اي ماده، فممكن تفسر على الهواء مجلس يجي كتير غير المجلس بتاعنا. احنا طبعا كل المجالس كلها مجالس محترمه السابقه والحاليه والقادمه باذن الله، كلها مجالس محترمه. النادي الاهلي نادي محترم ونادي عريق ونادي كبير، لكن انا بتكلم هدي برضو حته في الصياغه حضرتك. يعني ممكن تكون معلش احنا بنتكلم عشان نقدر ايه احنا يعني هو ده بقى الحراك المجتمع الاصيل يعني. بس انت طمنتني يا شبين ان احنا كل حاجه اتعدلت يعني. اصل انا امبارح قاري التعديلات يا فندم بعد ما مجلس الاداره ما اقرها يعني ولو معايا هدي لك نسخه منها يا ريتني كنت جبتها وموجوده اعتقد على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. نيجي تشوف اولا تم توقيع تعديل 6 بنود السنه المواد الاسبوع اللي فات، وبالامس تم تعديل عدد اخر تمام. وفي خلال ايام سيتم تعديل عدد قدامنا لغايه 9/9 الحقيقه المجلس هيعدل اي بند تم الـ بما يتلائم طبعا عليه وبما يتفق مع القانون الدستوري. الماده 12 بقى حضرتك اللي هي فيها لغط كتير فيها لغط كتير فيها اشكاليات كتيره. انا عارف ان تقريبا اعتقد ان دي جه فيها يعني اراء كتيره صحيح ويمكن يعني انا مؤمن بحته ان المطلقه او الارمله انها ما تدفعش طالما يسرع عليها القانون. مش معقوله واحده مطلقه يعني ما ذنبهاش انها طلقت بعد 5 سنين انها تدفع 50% من قيمه الايه الاشتراك اللي هو عشان تصبح هي عضو عامل. ونفس القصه الارمله، ان الارمله المفروض ان انا اساعدها مش اقول لها ادفعي النص ده موضوع. لكن انا مع المجلس ومع اللائحه او مع النسخه في حته ان لو واحد اكتسب العضويه بعد الوفاه، يعني واحده ست مثلا مات جوزها اتجوزت واحد تاني فهتكسب جوزها الجديد العضويه لا يدفع يدفع بالزبط. والعكس صحيح بالنسبه للزوجه يعني الزوج بقى اذا كان برضه مراته ماتت احيانا كان بيحصل بعض التحايل في ربما في بعض الانديه فكره انه الزوج يتجوز جواز سوري او الزوجه تتجوز الحته بقى مش موجوده هنا خالص فتكسب الزوج حضرتك. وكان في بعض الناس بياخدوا دي يعني تجاره نوع من التجاره كبير يتجوز عضو في نادي كبير تكسبه العضويه وبعدين يطلقها ويغرر بيها. بالعكس احنا نتمنى ان كل الانديه يعني تقف امام هذه الماده حتى لا تترك يعني بنات الناس في جزئيه في الماده دي مش موجوده بقى حضرتك الا وهي ايه؟ كنت عايز اقول ايه بس اقول لك المسؤوليه دي العضو اللي هو بيبقى تابع للزوجه يعني هو زوجته وهي العضو العامل هو لما اتجوز هي خد هو العضويه بيصبح هو العضو الاساسي وتصبح هي العضو العامل التابع ليه. ازاي؟ يعني انا واحده ست مش انا يعني في واحده ست موجوده مكتسبه العضويه هي عضو عامل تزوجت واحد من خارج النادي اصبح هو عضو
في النادي بتطلع الكرنيهات بقى هو العضو الاساسي. ده في اللائحه، كانت في اللائحه القديمه، في اللائحه الاستبعاديه. اللائحه دي عالجتها وانا بطمن حضرتك حتى البند اللي حضرتك بتتكلم فيه ده خصوصا مطلقه وزوج عدلت واعتمدت وبكره الاستاذ ابراهيم الكفراوي هيشرح لنا بالتفصيل ان شاء الله. يعني الان اعتقد حضرتك متفق معايا استاذ مستشار واستاذ لؤي جمال انه الكره في ملعب السادة أعضاء جمال العمومي صراحة يعني أنا بختلف معك حالي لأن أعضاء مجلس الجمال يعني مطلوب منهم بقى الإدارة يعني لا بجد يعني طرحوا الـ 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 كل اللايحة مشروع اللايحة لينا كلنا ما اختصوش هم بحاجة بصراحة. لما بقول ان الكره الان في ملعب الجمال العمومية ان هم بقى يبادروا بعد ما صلحوا وعدلوا وعدوا هم بنفسهم هذه اللائحه وان شاء الله يطمئنوا تماما بعد ما يتم التعديل ويمسكوا النسخه النهائيه في ايديهم ويثقوا انها دستور فعلا يليق بالنادي الاهلي. مطالبين بقى بالزحف صوب الجزيره يوم 28 سبتمبر للتصويت جدا ماشيين بترتيب اللائحه الى حد ما. انا بشكرك العفو يا شريف بيه. وقتنا للاسف يعني في اتفضل اتفضل. هو عندنا حضرتك في الماده 19 في استرداد العضويه احنا بنقول هنا يجوز لمجلس الاداره بعد مضي سنتين من تاريخ اسقاط العضويه اعاده العضويه الى الاعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراكات او التزامات ماليه. سيبنا من التزامات ماليه، التزامات ماليه ممكن يكون عضو فرع وما سددش صدمه ما سددش، لكن انا لما اكون عضو اصيل عضو عامل اصلا وقعدت 3 سنين ما سددتش وانا خارج البلاد عشان الناس اتكلمت يعني ما عندوش حد يدفع له هنا خارج البلاد 3 سنين او 4 سنين وهو عنده في جواز سفره ما يفيد ان هو خارج البلاد. طب لما يرجع ليه انا اقعده سنتين تاني عشان ارجع له العضويه؟ مجرد ما يتقدم ويثبت انه كان هناك حائل حاله دون او عدم سداده بدون عذر فده المفروض يعني دي حته مهمه جدا ده مقترح مهم لو ما كانش وصل الاستاذ ابراهيم الكفراوي للجنه ان شاء الله المادة تمام. سياده اللواء جمال مرسي وسعاده المستشار جمال الحاوي انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتكم يعني هذه عينه وهذا نموذج من اعضاء الجمال العمومي واعضاء النادي الاهلي المحترمين اللي احنا بنفخر الحقيقه وبنعتز ان احنا بننتمي ليه ولهذه الجمعيه العموميه. انا بشكرهم شكرا جزيلا. عندنا لقاء ايضا عن لائحه مع عضو مجلس الاداره المحترم الكابتن جوهر نبيل. ابقوا معنا بعد الفاصل.